اهلا بيكم. في الوقت اللي الدنيا فيه كانت ولعه في مصر، مظاهرات الطلبه خربت الدنيا في ثوره 19، وكانت كل مدارس مصر العليا اللي بتعادل الكليات دلوقتي الطلبه بتوعها هم وقود المظاهرات ضد الاحتلال. في الوقت ده كان في شاب في كليه الطب ما بيشتركش في المظاهرات خالص، موس يعني، وكان ضد الكلام في السياسه من اصله، وكان الطلبه في الرايحه وفي الجايه يستهزئوا بيه ويشتموه، وكانوا مسمينه ابن الليمبي، والليمبي ده كان المندوب السامي البريطاني في مصر وقتها يعني. وكان مدير مدرسه الطب الدكتور كيتينج بيقول عليه هذا الفتى ابن الامبراطوريه البريطانيه، وكان ما يفتحش ابوابه الا للشاب ده، واصدر امر ان بطلنا النهارده يخش عليه في اي وقت ويلف في الكليه ويخش المعامل بدون استئذان. المفاجاه ان الشاب الكيوت ده اللي ملوش في السياسه خالص واللي باين جدا انه موس وانه موالي الانجليز، هذا الشاب في الحقيقه كان اخطر فدائي عرفته مصر في تاريخها، وللامبراطوريه البريطانيه هتجند كل عناصرها وامكانياتها عشان تقتله بعد كده. حكايتنا النهارده عن البطل احمد عبد الحي كيرا، احد الابطال المجهولين في تاريخ مصر، وللمصريين بداوا يعرفوا عنه حاجات كده في الفترة الأخيرة بعد ما اتعملت رواية اسمها 1919 للكاتب أحمد مراد، بتحكي عن كفاحه وبطولاته. خلينا نتعرف أكتر النهاردة على بطل حلقتنا النهاردة ونحكي حكايته من أولها. اسمه أحمد عبد الحي كيرا، كان طالب في كلية الطب وقت ثورة 19، كان عضو ناشط جدا في جماعة سرية مع مجموعة من أصدقائه للكفاح المسلح ضد الإنجليز وعوانهم. كيرا كان واحد من اللي بيعتمد عليهم الجهاز السري لثورة 19 في عملياته ضد الإنجليز لعدة أسباب. أولا لأنه كان شاب ذكي جدا وبيتقن عدة لغات. ثانيا كان بيويل التمويه والتخفي جدا، لأنه كان مرات يتنكر مثلا في صورة نجار، يوم في صورة شيخ أزهري، يوم متنكر في صورة جندي بريطاني، يوم متنكر في زي فلاح بسيط. وكان حذر جدا، وكان من الصعب انك تمسك عليه حاجة، ده غير ان تمثيلية رفضه للمشاركة في المظاهرات بحجة انه ملوش في السياسة ساعدته ان يكسب ثقة مدير الكلية الانجليزي بتاعته اللي هو فيها، فسمح له انه يخش المعامل بتاعت الكلية في اي وقت، وده خلاه يقدر ياخد أو يحصل على مواد كيميائية يستخدمها في صناعة القنابل اللي كان بيستخدمها ضد الاحتلال. ورغم دوره السري في الثورة، لكن ناس كتيرة حكت عن بطولاته. من الناس دي كان البطل الفدائي عريان يوسف، اللي قال إن كيرا كان زميله في جمعية اليد السوداء اللي كانت بتحارب الاحتلال. كمان ذكر عريان تفاصيل عنه، أو كمان غير عريان ذكر مصطفى أمين تفاصيل عنه في كتاب الممنوع، وتذكر اسمه في كتير من مذكرات أبطال ثورة 19 اللي كانوا أعضاء في الحركات المسلحة السرية ضد الإنجليز. ورغم أن المعلومات قليلة عن كيرا، لكن كلهم بيجمعوا أنه شارك في عمليات مسلحة كتيرة ضد الاحتلال وأعوان الاحتلال، وأنه كان عضو رئيسي في قيادة فرقة الاغتيالات اللي شكلها عبد الرحمن فهمي أثناء ثورة 19، واللي كانت بتضم زي ما أو بنقول دايماً أحمد ماهر، محمود فهمي، النقراشي، اللي أصبحوا بعد كده وزراء وبشوات إلى آخره بعد نجاح الثورة. كانت برضو الجمعية دي بتضم في عضويتها المؤرخ المعروف عبد الرحمن الرفعي اللي كتب كتب كتيرة جداً. نرجع لكيرا، كان مسؤول عن قتل عدد كبير جداً من ضباط الاحتلال وجنود الاحتلال، ده غير دوره السري اللي محدش يعرف عنه حاجة، رغم انه اعتقل عدة مرات واتحبس، لكن في كل مرة كان بيطلع زي الشعرة من العجينة. لكن دور كيرا بدأ يتكشف للإنجليز أثناء التحقيقات مع أعضاء الجهاز السري بعد عملية اغتيال السير ستاك قائد الجيش المصري والحاكم العام للسودان بعد خيانة نجيب الهلباوي في القضية للتنظيم. وكان من الناس اللي اعترفت اعترف عليهم في التحقيقات شفيق منصور المحامي، ده كان واحد من المتهمين في عملية الاغتيال. طبعا المخابرات البريطانية لما عرفت دور كيرا اتجننت، فطبعت نشرة رسمية بأوصافه ووزعتها في كل حتة جوه مصر، وكان نص النشرة بيقول اقبضوا عليه
حيا أو ميتا. اسمه أحمد عبد الحي كيرة، كيميائي كان طالبا في مدرسة الطب، ودوره خطير في الاغتيالات الساسية. قمح اللون، قصير القامة، ذو شارب خفيف، وعمره 28 سنة. ده اللي كان موجود في النشر. لكن كيرة بمعاونة أصدقائه في الجهاز السري للثورة قاموا بتهريبه بجواز سفر تقريبا مزور إلى ليبيا تقريبا. بعد كده سافر على سفينة مسافرة على إيطاليا بعد ما دفع 200 جنيه لواحد من البحارة الأجانب على المركب. لكن البحارة اللي خد الفلوس دي بلغ عنه السلطات الإيطالية، وأول ما وصل هناك كان مفروض يقبضوا عليه. لكن كيرة كان بيجيل التنكر والتخفي، فقدر يهرب منهم من غير ما يقبضوا عليه. وبعد كده هرب كيرة لألمانيا ومنها لتركيا، وفي تركيا فتح قهوة، لكن خوفه من عيون المخابرات البريطانية خلاه يقفلها، واشتغل ممرض بإحدى المستشفيات البعيدة خارج مدينة اسطنبول. في تركيا قابل كيرة الأديب يحيى حقي اللي كان بيشتغل وقتها الدبلوماسي في سفارة مصر في اسطنبول وقتها، وانبهر حقي بشخصية كيرة، وصفه في كتاب طبعه بعد كده اسمه ناس في الظل. قال فيه عنه: بعب الإنجليز يبحثون عنه بعد أن قتلوا له حبل المشنقة، كنت لا ألقاه إلا صدفة، وألح عليه أن نأكل معا فيعتذر قائلا: قريبا إن شاء الله. وظل هذا حالي معه 4 سنوات، كلما أدعوه يعتذر بأدب. وقد رأيت فيه المثال الفذ للرجل الشريد، كانت ملابسه تدل على مقاومة عنيدة للفاقة، وغلبت صفرته التحتانية على لونه الأصفر، يمشي على عجل ويحذر كأنه يحاول أن يفلت من جاسوس يتبعه، ويخلو كلامه من أي عاطفة، فلا تدري أكان متعبا أم غير متعب، جيبه نظيف أم دافي، معدته خاوية أم عامرة. ده اللي قالوا عليه. بيحكي يحيى حقي كمان إزاي حاول أن يبعت له جوابات فمعرفش عنوانه، ولما سأله بعد كده عرف أن كيرة كان مأجر 3 شقق كل واحدة بعيدة عن التانية، وأنه كان بيغير اسمه كل سنة، وأنه كان حقيقة ما بينامش في بيت واحد ليلتين ورا بعض. وقال له بالحرف أن المخابرات البريطانية مش هتسكت عن طلبي حتى لو فريت إلى أقصى الأرض، لأن بريطانيا مش هتنسى طارها البايت معايا. ومن شدة حذر كيرة افتكر يحيى حقي إن أحمد عبد الحي كيرة مهووس أو عنده مرض نفسي إن حد بيطرده يعني، لغاية ما في يوم أرى يحيى حقي خبر عثور على جثة مطعونة بخنجر بجوار أسوار اسطنبول القديمة. المصادر البريطانية بتقول إنه بعد توقيع معاهدة 36 سافر لتركيا 3 من عملاء الإنجليز في مصر من الألم السياسي، واحد اسمه جريبس ماركو، واحد اسمه اسكندر، ودول كانوا منهم يعني، وإنهم استطاعوا استدراج عبد الحي كيرة إلى ضاحية من ضواحي اسطنبول، وهناك طعنوه ومثلوا بجثته وفروا عائدين إلى مصر. لما رجعوا الثلاثة دول لمصر بعد ما قتلوا أحمد كيرة كانوا فخورين جدا بأنهم قتلوه، وقالوا لزملائهم: لقد ثأرنا لأرواح جنودنا التي أزهقت في مصر، لقد أدينا واجبنا. أما جثمان البطل أحمد عبد الحي كيرة ففضل مرمي في العراء للبوم والغربان لحد ما كشف عنه البوليس التركي، ودفن أحمد عبد الحي كيرة غريب عن بلده وأهله. أحمد عبد الحي كيرة زي كتير من أبطال ثورة 19 عاشوا وماتوا من غير حد ما يعرف عنهم أي حاجة، أو حتى يحاولوا إنهم يستفيدوا من كفاحهم زي ما غيرهم استفاد بالكراسي والمناصب. لكن عزائنا الوحيد إن الأبطال دول فضلوا رموز خالدة في وجدان المصريين، وإننا محتاجين نعرف الأجيال الجديدة بيهم، ونخلي الشباب يتعلموا منهم التضحية والوطنية اللي بجد، مش الوطنية بتاعت الأغاني والممثلين، الوطنية اللي بجد، اللي عايزة مصر حرة مرفوعة الرأس، أهلها عايشين بعزة وعدل